أكد عدد من النواب أن مشروع القانون يحافظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمة. اللجنة عملت مجهود جامد جدا لأن هي حطت يعني اتكلمت في مواطن كتيرة جدا أو في مواضيع كتيرة جدا تبعث برسائل طمأنة للمواطنين إن ده مش هيأثر على أسعار الخدمة أو الجودة، بالعكس هيفيد في الجودة وفي الخدمات الطبية المقدمة للمواطن. بنتكلم على قانون إن هو مشاركة القطاع الخاص في إدارة منشآت طبية بالتعاون مع وزارة الصحة. هل معنى هذا الكلام أن وزارة الصحة هتطرح كل شيء لإدارة القطاع الخاص؟ هذا غير حقيقي. يعني عندي وحدات الرعاية الصحية اللي فيها التطعيمات والأمصال الإجبارية للأطفال والكبار، وحدات الرعاية والأمومة وصحة المرأة وصحة الطفل، دي تحت سيطرة الدولة كاملة. قيد المواليد والوفيات هذا أمن قومي لا يمكن التفريط فيه لأحد غير إدارة الدولة. هذا الفكر فكر جيد جدا، إن احنا النهاردة لازم نشرك القطاع الخاص، لازم نقدم القطاع الخاص شريكة، لأن هو فعلا الشريك الحقيقي للدولة في تقديم الخدمة الصحية أو تقديم الخدمات العامة للمواطن المصري. أعتقد أن مشروع القانون المعروض لها العديد من المميزات. أولا هو متوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة اللي احنا بندعم القطاع الخاص أن هو يشارك في الاقتصاد المصري أكثر من 65%. إزاي نخلي يبقى في شراكات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية ومشروعات الخدمات العامة، وده يساهم بشكل كبير على تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وفي نفس الوقت هيساعد على تحسين الخدمة المقدمة الطبية للمواطنين لما يخش القطاع الخاص في تأهيل وتجهيز المستشفيات القائمة بالفعل أو إنشاء مستشفيات جديدة بأحسن وأفضل الأجهزة وأحدثها.